وشوشة. معانا المنتج احمد السبكي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. كنا عايزين نعرف رايك في تيشيرت المنتخب الجديد. لا ده ربش قوي، وحش قوي. ليه؟ مقارنه بكل المنتخبات بتاعت اللي بتلعب في اوروبا، و في فرق ما بين الاثنين طبعا. احنا انا امبارح كنت بتفرج على المانيا وهولندا، نازلين لابسين ترنجات تفرح وتيشيرتات تفرح، عكس فرقتنا بصراحه. يعني احنا مسترخصين جدا تقريبا، يعني او مستقلين بينا، مع ان احنا ناس كبيره قوي واحنا احسن من الناس دي كلها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.